بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. نلتقي في الجزء الثاني في الملخص الشامل لميدان الظواهر الكهربائية. في هذا الجزء الثاني بإذن الله نلخص النموذج المبسط للذرة. نبدأ بتعريف الذرة. إذن الذرة هي أصغر دقيقة مكونة للمادة، وتدخل في تركيب الجزيء، حيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. لنرى الآن بنية الذرة. تتكون كل ذرة من قسمين. ما هما هذا القسمين؟ إذن قلنا تتكون كل ذرة من قسمين. القسم الأول هو نواة مركزية. هاي أمامك نواة مركزية، حيث تحتوي على دقائق عنصرية تسمى، لاحظ فيها نوعين من دقائق العنصرية، كاين واحدة بالأزرق واحدة بالأخضر، تسمى البروتونات، يربزوا لها بي بي نسبة إلى الاسم الفرنسي بالفرنسي باللغة الفرنسية بروتون، وتحمل شحنات كهربائية موجبة. والنيوترونات يرمزوا لها بالنوترون، نوترون، وهذه نسيت ما كتبتش، متعادلة كهربائيا، هذه متعادلة كهربائيا. يعني هاي مكتوبة هنا، اللي بالأخضر بروتونات بروتون، واللي بالأزرق نوترون. القسم الثاني قلنا إلكترونات. الإلكترونات لاحظ هي هنا إلكترون باللغة الفرنسية إلكترون، وهي بالأحمر، هذه دقائق متناهية الصغر تدور حول النواة، تدور عشوائية في الحقيقة هكذا حول النواة. الإلكترون هو شحنة كهربائية عنصرية سالبة، نرمز له بـ E ناقص. E ناقص، حيث لاحظوا لكم شوفوا فيما بعد أن شحنة البروتون شحنة كهربائية موجبة، نرمز له بـ E فقط هكذا، E أو E زائد، في الحقيقة في أغلب الأحيان نرمز له E وحده هكذا يعني زائد، والإلكترون نرمز له بـ E ناقص. وعندما نقول أن الذرة متعادلة كهربائيا، واش معنى هذا؟ معناه أن عدد الشحنات السالبة يساوي عدد الشحنات الموجبة. إذن لاحظ في الذرة هذه فيها أربع إلكترونات، يعني شحنات سالبة، شحنات سالبة، وفيها أربع بروتونات، عفوا نوترونات، في الحق هذه فيها شحنة رمراس من وحدة زيادة نحوها هكذا. إذن وفيها أربع بروتونات موجبة هكذا، إذن هنا فيها عدد الشحنات السالبة يساوي عدد الشحنات الموجبة. إذن هنا نقدر نقول أن الذرة متعادلة كهربائيا. وثاني أعزائي التلاميذ، في كل ذرة يكون عدد البروتونات في النواة مساويا لعدد الإلكترونات التي تدور حولها، يعني عدد البروتونات في النواة يكون يساوي عدد الإلكترونات التي تدور حولها، يعني الشحنات التي تنتقل بين الأجسام شكون هي؟ ماشي الشحنات الموجبة، هي الشحنات السالبة، يعني الإلكترونات هي التي تنتقل بين الأجسام، يعني يقدر هذا الإلكترون يروح لكن البروتون هذا يقعد هنا، يعني إلكترون يقدر يروح. إذن كنقول دائما حط في بالك باللي الشحنات التي تنتقل بين الأجسام يعني في النواقل هي الشحنات السالبة، يعني الإلكترونات. وكذلك الجسم اللي يفقد الشحنات السالبة، مثلا هذا الجسم فقد إلكترون أو فقد إلكترونين مثلا، يعني فقد شحنات سالبة، واش تصبح شحنته؟ تصبح شحنته موجبة، يعني يصبح مشحون إيجابي. لماذا؟ لأنه فقد هادو زوج، شحال بقاو؟ عفوا كاين خمسة وأنا رحت نحيت واحدة، صح مانيش نضوي،
كان خمسة سواسوا، يعني كيف قد زوج شحال بقاو ثلاثة، لكن الشحنات شحال بقاو خمسة، إذن كاين شحنتين موجبتين زيادة، إذن هنا يصبح الجسم مشحون إيجابيا. أما الجسم الذي يكتسب الشحنات، يعني الجسم وصراله اكتسب شحنات إلكترونات واحدة أخرين، اكتسب زوج واحدة أخرين، وش يصراله؟ تصبح شحنته سالبة، يعني صبحوا هنا كما المثال تاعنا، صبحوا عندنا 7 إلكترونات، يعني 5 زائد 2 7 إلكترونات، وكاين 5 شحنات موجبة، إذن الإلكترونات الشحنات السالبة أكثر من الشحنات الموجبة، إذن هذا الجسم نقول شحنته أو اكتسب الشحنات، إذن شحنته تصبح سالبة. لنرى الآن الشحنة العنصرية، حيث أعزائي التلاميذ تقدر وحدة الشحنة الكهربائية أو كمية الكهرباء بماذا؟ بوحدة الكولومب، يرمزوا له بسي كولومب، أي نسبة إلى تسمية باللغة الفرنسية كولومب. وقيمة الشحنة العنصرية تساوي أو، أي تساوي 1.6 في 10 قوى ناقص 19 كولومب، يعني زائد، لكن هذه نجم نقولوا أنها لأنها شحنة موجبة، إذن شحنة البروتون، شحنة البروتون. أما شحنة الإلكترون نرمز لها هكذا لأنها سالبة، هذه موجبة، تساوي ماذا؟ نزيدوا غير النقص هنا، ناقص 1.6 في 10 قوة ناقص 19 كولومب، أي هذه شحنة الإلكترون. إذن شحنة البروتون موجبة وشحنة الإلكترون سالبة. عندما نقول الذرة المتعادلة كهربائيا، وش معناه؟ معناه أن عدد الشحنات الموجبة تساوي عدد الشحنات السالبة، أي عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات، لأن البروتونات تحمل شحنات موجبة والإلكترونات تحمل شحنات سالبة، باش تفرق بين النوترونات، النيوترونات شحنتها متعادلة. يعني هنا كي نقول ذرة متعادلة كهربائيا، يعني الشحنة تاعها تساوي 0 كولومب. أما شحنة الجسم المسحون تساوي كيو في ان، كيو يساوي ان في او، اي في الإلكترونات، يعني كيو نقصد بها شحنة الجسم، شحنة الجسم، وان نقصد بها عدد الإلكترونات، عدد الإلكترونات، أي المفقودة أو المكتسبة، المفقودة أو المكتسبة. أما بالنسبة نختم بالنسبة للتفسير المجهري لهذا التكهرب، كيفاش نفسروا هذا التكهرب؟ قلنا بلي يتكهرب الجسم بشحنة موجبة، وقتاش يتكهرب بشحنة موجبة؟ هذا الشيء حطو مليح في راسك، يتكهرب بشحنة موجبة عندما تفقد ذراته إلكترونات، كنت فهمتكم مقبلة في الرسم، ويتكهرب الجسم بشحنة سالبة عندما تكتسب ذراته إلكترونات. ومنين تكتسبهم ولا تفتقدهم؟ من ذرات جسم آخر، يعني عن سواء عن طريق الدك أو اللمس أو التأثير، وهذا يكون بجسم مشحون كهربائيا. هذا هو يعني باختصار تفسير المجهري للتكهرب. أعزائي التلاميذ، هذا كان ملخص الجزء الثاني لملخص شامل للظواهر الكهربائية. إذن إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في الجزء الثالث، راح نتناول بحول الله التيار الكهربائي المتناوب. إلى ذلك الحين أعزائي أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.